مما ظفرت به في زيارتي الأخيرة لمكتبة يوسف الغامدي للكتب المستعملة في سوق الرحمانية بجدة، وقد ذكرتها في كذا تغريدة وصورت لها مقطعا. هذه الكتب القيمة وهذا الكتاب خاصة الذي يبحث عنه لمدة طويلة وجدته والحمد لله مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أنفس وأوعب الكتب المعاصر التي تكلمت عن أحكام الحج على المذهب الحنبلي، وهذه الطبعة الثالثة لعام 12 بعد 400 وألف، طبع على نفقة صاحب السمو الملكي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، الملك عبد الله رحمه الله تعالى عندما كان أميرا. وهو كما ذكرت كتاب مهم جدا. أيضا الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني طبعا لدمنهوري، تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن احمد الطيار والدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، وهو من جزئي من اصدارات دار العاصمه. طبعا الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني فيما انفرد فيه الامام احمد عن الامام الشافعي، فليس فيما انفرد فيه الامام احمد عن الائمه الاربعه، وانما فقط عن الامام الشافعي في هذا المجلدين كما ذكرت من تحقيق الدكتور الطيار والحجيلان، وهو من مجلدين. وايضا التربيه النبويه للدكتور محمد بن عبد الله الدويش من اصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، 1035 صفحه، مجلد ضخم 10 ريالات فقط. هذا أيضا الفتح الرباني 10 و10، المبلغ أصبح 30، وأيضا مفيد الأنام 10، المبلغ أصبح 40 ريالا فقط في هذه الأربع كتب القيمة جدا. وكما ذكرت التربية النبوية 1035 صفحة 10 ريالات فقط، وهي نسخة نظيفة جدا، ليس فيها لا يعني كتابة ملاحظات أو فوائد أو خطوط أو غيرها، كلها الكتب هذه نظيفة. فكما ذكرت الكتب المستعملة تحتاج إلى من يبحث فيها.